معنا من الخرطوم الباحث السياسي طلال اسماعيل سيد طلال اهلا وسهلا بك معنا لسكاي نيوز عربيه هناك بالتاكيد ردود افعال دوليه مرحبه بهذا الاتفاق التاريخي الذي انهى عقود من النزاع المسلح في السودان امال معلقه على سودان جديد ومستقبل جديد ما هي الخطوات التاليه برايك التي ينبغي ان تتم الان بعد توقيع هذا الاتفاق التاريخي اعتقد انه من الاوجب الان التوجه نحو مؤسسات السلطه الانتقاليه واستيعاب قيادات الحركات المسلحه الموقعه على الاتفاقيه لتنفيذ اتفاق السلام لان اي ضياع للزمن هو تبديد لهذه الامال و... و... ولحل مشاكل السودان الاقتصاديه واعتقد انه ينبغي منذ اليوم التفكير بصوره جديه نحو تنفيذ هذه الاتفاقيه وانزالها على ارض الواقع والتعامل معها بجديه حتى لا تكون مصيرها مثل مصير الاتفاقيات في النظام السابق وهذه تتطلب اراده كبيره جدا من مجلس الوزراء ومجلس السياده السوداني بالاضافه الى الضامنين والشهود على تنفيذ هذه الاتفاقيه <applause> وبالتالي وهنا أهمية وجود هذا هذه الضمانات الدولية هذا الانخراط الإقليمي والعربي والدولي أيضا في المجريات الخاصة بالاتفاق السلام هذا في السودان ما أهمية وجود هذه الأطراف الدولية الداعمة والمساندة في تثبيت هذا الاتفاق؟ نعم، أعتقد أن وجود ضامنين مسلم دولة الإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبغية الدول الأخرى، أعتقد أنه خطوة مهمة جدا، ودولة تشاد هو خطوة مهمة جدا لتحقيق بناء السلام، بعد أن تم تحقيق السلام وصناعة السلام الآن المرحلة التحدي الكبيرة هي مرحلة بناء السلام وهنالك يعني وعود من قبل هذه الدول بدعم السودان ودعم عملية تنفيذ اتفاقية السلام وهذه خطوة مهمة جدا نحو تثبيت دعائم السلام على الارض، هنالك امال للنازحين واللاجئين في المخيمات والمعسكرات يعانون اشد ما كان ابان الحرب ويتطلعون الان الى العوده الى الزراعه والى العوده الى حياتهم الطبيعيه مم. وهذا الاجماع العربي وهذه الوقفه الكبيره دوله الامارات والدول الخليجيه الاخرى اعتقد انها تعطي امالا كبيرة للسودان خصوصا في ظل وجود ملفات اخرى تتمثل في رفع اسم السودان من قائمه الدول الراعية للإرهاب ومحاولة إلحاق السودان بالمجتمع الدولي من خلال الآن هذا السلام الذي يعم أرجاء البلاد ومن خلال الالتزام بالعملية السلمية وضمان الوصول إلى صناديق الاقتراع أعتقد أنه الآن أيقن كل أهل السودان في منظوماتهم السياسية مم. والاجتماعية أنه لا بد من السير نحو هذا الطريق السلمي وهذه المناشدة وجهت أيضا لغيادات الحركات الأخرى الرافضة التي لم تشارك سيد عبد الواحد محمد نور السيد عبد العزيز الحلو بضروره اسكات هذه البنادق والعوده الى طاوله المفاوضات و وسيكون تحدي اخر ربما وهو انخراط باقي الاطراف وكما ذكرت جيش تحرير السودان بقياده عبد الواحد محمد نور والحركه الشعبيه جناح عبد العزيز الحلو ولكن ايضا من ضمن الملفات التي تضمنها الاتفاق خاصه بتقاسم الثروات وايضا البروتوكولات الامنيه حقوق المواطنه هيكله الدولة وغيرها هل هناك آليات واضحة ضمنت في الاتفاق لإنزاله على أرض الواقع أم سنكون بحاجة إلى نقاشات مفتوحة للوصول إلى هذه الآليات نعم اعتقد الاتفاقيه اشارت الى ملفات مهمه في توزيع السلطه والثروه والى شكل اداره الحكم في السودان انتقل من نظام الولايات الى نظام الاقاليم وكيفيه دمج قوات الحركات المسلحه في القوات النظاميه السودانيه، كل هذه القضايا قد قتلت بحثا وخرجت هذه الاتفاقيه بصورتها النهائيه، هنالك اليه مهمه جدا او بروتوكول ربما يجري النقاش حوله هو بروتوكول الشراكه ما بين هؤلاء القادمين للخرطوم الخرطوم قيادات الحركات المسلحه وقيادات قوى الحريه والتغيير التحالف الحاكم الان في السودان، واعتقد انه ستنتج معادله سياسيه جديده في الخارطه خارطه المشهد السوداني باعتبار ان هنالك قيادات بارزه وقيادات لديها خبرات كبيره جدا في الحركات المسلحه الان ستدخل بثقلها الى المشهد السياسي، هذا بالطبع سيغير من طبيعه التحالف الحاكم ولا بد من ايجاد بروتوكول للشراكه ما بين هذه القيادات قيادات الحركات المسلحه التي وقعت على اتفاقيه السلام لان هنالك نسب في الحكم ونسب في توزيع السلطة تتطلب يعني مثل هذه الشراكة ومثل هذا البروتوكول حتى يتم الأمر بكل سلاسة وحتى لا يتم تضيع الزمن نحن شهدنا في الوثيقة الدستورية الموقع ما بين المجلس العسكري وما بين قوى إعلان الحرية وتغيير إطالة الأمد في تنفيذ بعض البنود مثل تشكيل المجلس التشريعي ومثل تعيين الولاة المدنيين أعتقد أنه ينبغي أن نتخذ من التجارب في عدم ضياع الزمن لأن هنالك الكثير من العمل ينتظر حركات المسلحة تنتظر الفترة الانتقالية الجديدة لأنها ستبدأ منذ التوقيع على اتفاقية السلام وهذا سيعطي بالطبع بعد اخر للمشهد السياسي السوداني ملف العداله والمصالحه الاجتماعيه يرى البعض انه يعني لم يتم التطرق بشكل كبير الى هذه الملفات او على الاقل بشكل تفصيلي هل سنكون بحاجه الى انخراط في هذا هذه النقاشات بين الاطراف الموقعه فيما بعد او بعد التوقيع على هذا الاتفاق نعم ملف العدالة هنالك اتفاق واضح حول هذا الموضوع وأعتقد أنه هو يدور النقاش حول كيفية تنفيذ مبدأ العدالة الانتغالية بمعنى أن قضايا الحرب في دارفور كانت لها إفرازات وكانت هنالك جرائم وهنالك محاسبات لبعض الذين تسببوا في هذه الجرائم والنقاش الآن قد يدور حول هل سيتم محاكمتهم داخل السودان أم في خارج السودان؟ رأينا يعني مثول علي كوشيب كمتهم في قضية دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، والآن هنالك يعني نظرة حول هل سيأتي قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليشهدوا هذه المحاكمات بداخل السودان بإعتبار أن القضاء السوداني غادر على محاكمة المتهمين في جرائم الحرب بدارفور أم سيتم نقلهم إلى إلى مدينة لاهاي. هذه كلها الآن نقاشات وتدور بين هنا وهناك ولكن المبدا من حيث المبدا تم الاتفاق عليه الامر الاخر بخصوص تحقيق المصالحه الاجتماعيه اعتقد ان هنالك الكثير من من القضايا المهمه جدا في وقف حروب القبليه والنزاعات القبليه وهذه الظاهره مغلقه جدا بالنسبه للقبائل وتحتاج من الحركات المسلحه القادمه الى الخرطوم ان تستعجل هذا الملف وتعطيها اولويه لان هناك الكثير من التعقيدات ومرتبطه ايضا بملف السلطه ويمكن ان تعالج بكل حكمة من خلال الموروثات السودانية من خلال مؤتمرات الصلح الاجتماعي القبلي التي يمكن أن تنعقد في الخرطوم شكرا جزيلا لك من الخرطوم الباحث السياسي سيد طلال إسماعيل